معنا دائما بوتينه من فرنسا واللي قالت لنا غتعطينا بانكيك. وي هذا بوتينه بالنسبه لسيدات اللي تيعانيو مع وليداتهم عندهم مشكله ديال الدقيق. ايه نحتاجو فيه 80 غرام ديال النشا بدون بوتيتا. شحال فيه؟ 80 غرام ديال النشا 170 غرام ديال دقيق الروز 170 غرام ديال دقيق الروز دقيق الروز بيضة بيضة 40 غرام ديال الكاتونات ديال السكر أحمر 290 غرام ديال الحليب ونص معلقة صغيرة ديال البيكربونات نص معلقة صغيرة ديال البيكربونات بالنسبة للطريقة فهي بسيطة بزاف نعاودو لهم 80 غرام ديال النشا يعني مايزينا 170 غرام ديال الدقيق ديال الروز بيضة 40 غرام من داك السكر البني و 290 غرام ديال الحليب 290 سنتيلتر ياك نو غرام ديال الحليب بودرة نو الحليب سائل بالغرام سائل نحسبو بالغرام داكوغ نص معلقة صغيرة ديال البيكربونات قولي ليا قبل ما نشوفو الطريقة بوتينة بالنسبة للسكر توصفو للوصفات اللي قبل نقدرو نعاودوهم بالسكر الآخر ماشي مشكله ماشي مشكله راه بالنسبه للسكر الاسمر السكر الاسمر يمكن نحولو في الدار ماشي مشكله ناخذو غير سنيده ولا مثلا القياس ديال السيده اللي خدات وتعمل فيها العسل الاسود راح تيتباع في المغرب ديرو وتخليها تبقى تحركو ما بين 3 ايام حتى 4 ايام كل مره تطلع ليه وتحركو تحركو راه تيولي في كولور ديالو بغين واخا واخا ماشي مشكله تقدر دير السكر الاخر واخا يلا نكملو الطريقه طريقة بسيطة بزاف غادي نخلطو كاع المقادير مع بعضياتهم ونخلطو وناخدو مقلة ديال الكريب ولا أي وحدة ما كتلصقش ونكبو فيها كمية من العجين ونقلبوها من اللي طيب هذا الطريقة ديال البانكيك العادية غير بصح ما بيناتش غير ما فيهش دقيق واخا تبارك الله عليك بارك الله فيك حبيبة أمينة ونهارك مبروك الله يبارك فيك تحياتي لكل المستمعين والمستمعات ولكل الطاقم حتى حنا كنحيوك أبو تينا وكنحيو جميع الجالية المغربية في فرنسا وفي